طيب لو اتعرض عليكي بطولة 3 أفلام هيتصوروا في نفس الوقت وتختاري بس واحد فيهم هو ده اللي انت هتعمليه، تختاري انه يبقى قصاد مين؟ واحد قصاد عادل امام، واحد قصاد محمود عبد العزيز، واحد قصاد احمد زكي مع حفظ الالقاب، التلاتة اساتذه الكبار طبعا. لا لا مفيش، انسي بقى. لا في دي انسي والله ابدا. افتراض. اصل انا ما اشتغلت والله، انا اشتغلت مع استاذ محمود الله يرحمه، انا اشتغلت مع استاذ محمود بس معلش بقى يعني استاذ احمد زكي كنت اتمنى اقف قصاده، والزعيم اتمنى لغايه النهارده اقف قصاده. يبقى هنعدي لكم السؤال ده بس، وتحيه للزعيم عادل امام والفنان احمد زكي، بس السؤال ده بس اهو اكسبشن واحد ماشي في الحلقه. أوكي. ماشي. طيب يلا، لو هتخرجي من جسمي انا مخرجاكي من مشوارك، لطيني بس. ايه انا خرجت من جسمي وروحي دخلت في جسم واحده تانية وحاجه يعني بعيد عني، اتفضلي. طيب لو هتدخلي في جسم واحده بس بقى من الممثلات الموجودين دلوقتي تختاري مين؟ زمايلك بقى اهو، ما رحناش بعيد. تختاري منى شلبي ولا ياسمين صبري ولا دنيا سمير غانم؟ هقول لك على حاجه، يعني انا بحب تمثيل منى الدراما قوي، بحب شكل ياسمين، بس انا دنيا ربنا مديها ملكه انا بحبها قوي، الملكه دي مش عندي، ولما بقعد اتفرج عليها وهي بتعملها بقعد اقول دي حاجه حلوه قوي ان ربنا يبقى مدي لحد انه يعرف يقلد كده. فانا كان نفسي ابقى بقلد زي دنيا، دي ملكه ربنا يعني اكيد يعني المفروض تبقى فرحانه بيها قوي، لان بجد دنيا من اشطر الناس اللي شفتها في حياتي اللي ممكن تقلد حد. وتحيه كبيره لدودي. طيب دلوقتي لو في فرحك ولازم تختاري مطرب واحد يغني في الفرح ده، تختاري مين من المطربين دول؟ حمائي ولا تامر حسني ولا وائل جسار؟ طب ما انا هقول لك على حاجه، هو انا اصلا مش عايزه اعمل فرح. ليه؟ فاحنا نقصر؟ افتراض. يعني الحمد لله من عند ربنا انا واحده مش هتعمل فرح. افتراض كده، افتراض افتراض. حميني. خلاص هاني ده فاضل 5 أسئلة بس. والله؟ مين اللي هيشيس يعني الدنيا كده ويولعها؟ بس يعني الطبيعي من غير ما لهاش علاقة بأي حاجة تانية بقى، يعني ده ما فيهاش كلام، إن أنا تامر هو الثنائي بتاعي، يعني أكيد هبقى أحب إن هو يبقى معايا في يوم زي ده أو لحظة زي دي يعني. وتحية كبيرة لتيمو نجم الجيل. طيب لو بتعملي فوازير وهتختاري البطل اللي قدامك من الولاد، تختاري يبقى مين في الأبطال دول؟ ميكي ولا حلمي ولا رمضان؟ لا والمصحف أبدا. يا لهوي، لا انت بصي احنا عندنا اكسبشن وانت قلتي اوكي. لا 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 ما انسي لا انسي، خليكي اكسبشن واحد كلهم في اول بدي معاهم وكلهم احب اشتغل معاهم. معلش لا، ما احنا جايبين لك ناس ما اشتغلتيش معاهم عشان توسعي مداركك. لا ده افتراض. يعني مين فيهم مثلا نقول شبهك، او مين مثلا تبقي انت حابه بتحبي الحاجات التعمه الحرشه كده فتختاري واحد مش شبهك؟ او لا يعني انا عايزه اقول لك على حاجه، انا حاسه ان انا فعلا انا يعني انا حاسه ان انا ورمضان نعمل شغل حلو مع بعض قوي، طول عمري بقول انا وبرده حلمي نعمل شغل حلو. لا يبقى هو رمضان. هقول لك على حاجه، انا ميكي كان الثنائي بتاعي في ورشه استوديو اعداد الممثل زمان قبل ما نمثل، يعني الكلام ده من الناس ما تعرفوش. فاحنا كنا في مجموعه واحده، فاللي بيدربونا بيطلبوا ان احنا نتقسم كابلز اتنينات كل واحد يشوف هو بيرتاح مع مين يعمل معاه ثنائي، فكنت انا وميكي. يبقى ميكي، مبروك عليكي ميكي، وان شاء الله تعملي فوازير تكسر الدنيا. سؤال سهل اهو بقى، ايه اتفضل اريحك كده عشان
نوطى بالكيرف ونعلى بالكيرف. ارحميني. ماشي؟ معايا؟ الكيرف هنعمل ايه؟ اتفضلي هنوطى بالكيرف ونعلى بالكيرف. لا اعمليها زي نوطى بالكيرف ونعلى بالكيرف. كده فيها ناتشة كده؟ ناتشة ماشي لازم ناتشة. حاضر. طيب لو انت كنت مطربة مي عز الدين المطربة مش الفنان كنت تحبي تغني انهي اغنية من دول وتبقى بتاعتك؟ اغنية اكتب لك تعهد لانغام ولا اه يا دنيا البوسي ولا مشاعر لشيرين؟ اختي على الضحكة النبي عسل يا ناس. بحب اغنية اه يا دنيا. يبقى اه يا دنيا وحلاوتك يا بوس. يا جماعة دي فرفوشة وتحب الشعب كده. انا عارفة ان الناس منتظرة مني مشاعر بس مشاعر. طب ما تسمعينا حتة كده. انا احب اقول الحق يعني. ها سمعينا حتة. حاضر عيني. وانا معاكي هغني معاكي. عيني ولا ارقص لك. يلا يا شيماء. يعني انت دندنة صغننة. يلا طب يلا بصي والله العظيم صوتك حلو. مين دي؟ اهو يا دنيا الله حتة صغننة. انسي والله. صغننة. لا لا والنبي عشان جمهورك بيحبوا والنبي اعزهم يفضلوا بيحبوا. قولي لهم قولي لهم غني قولي لها غني يلا اهو حتى صغننة. انسي اغني معاك؟ لا وضع ادمر مستقبلي ليه؟ طب اشغلها وترقصي معايا عليها؟ نرقص كمان ولا انت لا رقص ولا غنى؟ معلش ما ده اللي واقف حالك بقى. انا كده عرفت بقى. لا ده مش لازم تبقي لونه كده عشان تبر الزبون. اهم حاجه تعلي بالكيرف وتنزلي بالكيرف. خلاص خلاص احنا بنحضر لك يا دنيا هيطلع بيها فاصل بس هنكمل اسئله. ماشي ماشي. يلا قولي لي مين فتى احلامك من النجوم دول؟ احمد رمزي ولا رشدي اباظه ولا عبد الحليم حافظ؟ هو ولا واحد من دول بصراحه. بجد هو كان واحد تاني. مين؟ عمر خرشد. عمر خرشد. ده انت بقى من النوع الراسي اللي بيجيب حاجات كده. ايه انت بس اللي عارف ايه بالظبط يعني اللي هي وان بيس. ده تاعي انا. يا ولد. وان بيس ده تاعي انا. طيب قولي لي لو انت مش مي عز الدين ماشي يعني في الشكل يعني ده اتبهدلت. كنت تحب تبقي شكل مين من دول؟ هيفا ولا مايا دياب ولا مريم فارس؟ لا هو بصراحة الواحد يطمع يعني يحب يعمل ميكس من كل واحدة في دول. طب ماشي مكسجي يا ستي براحتك. انت تعملي اللي انت عايزة. أوكي. يعني خدي بقى كده من هنا ومن هنا ومن هنا. تاخدي ايه؟ حواجب مايا ولا قوامها؟ لا هتستغربي. بصي هو إيه؟ كل واحد بيحب عكسه. فأنا عشان بيضة قوي لون الحيطة فايه كنت لون مايا حلو. الاسمر الحلو ده. تمام يبقى خدنا اللون من مايا. وايه تاني؟ واخد من هيفا جسم هيفا. وجسم هيفا نتشنا منها. واخد من مريم شعرها. انا قلت بقى. يا حبيبتي يا مريم اظن عملنا واحده. ده احنا عملنا ايه؟ ما بتهزرش بس كده هتبقى محتاجه تترش دواخل بس تبقى ايه تجميع طبيب حاجه كده. اخر سؤال اللي هو ايه هنساله وبعدين نرقص عشان في حاجه احنا مأجلينها مش عارفه احنا. اتفضلي دلوقتي لو هتقعدي طول حياتك كلها تمثلي قدام فنان واحد بس راجل وواحد هيطير واحد احنا هطلع لك اثنين هتختاري واحد يروح التاني مطيره فتختاري ده فيجي ده فيروح ده وكده ماشي؟ ماشي. فتختاري مين من الفنانين دول؟ تختاري احمد السقا ولا تامر حسني؟ هو بقى طول حياتك ايه بقى؟ واللي هيطير هيجيب غيره طول حياتك. لا يا جماعة افتراضي افتراضي. لا 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 لسه هيجي كتير ما تيأسيش من الاول دول كتير يعني. طيب انا اشتغلت مع تامر بس ما اشتغلتش مع احمد فاشتغل مع احمد. يبقى تحية للسقا اللي طير تامر. جننتي. طيب ما بين السقا واحمد السعدني تختاري مين؟
لا بصي اصل ده الغالي، ده اللي جوه القلب، ده حبيبي، ده مش هيطير عمره يعني. بس احنا اشتغلنا مع بعض وهو اصلا في حياتي عمره ما يطلع من حياتي ابدا، ده انتيمي يا شيماء، ده انتيمي الوحيد. عسل هو، تحيه كبيره للفنان احمد. فهو كده كده موجود في حياتي بشكل اخر، فبرضه يعني برضه اشتغل مع احمد، لسه ما اشتغلتش معاه ولسه مكمل معانا السقه. طيب ما بين احمد السقا وكريم عبد العزيز نختار مين؟ لا ما انا عايزه اشتغل مع كريم برضو. اهو اختاري بقى. لا السقا بقاله معانا شويه حلوين. معلش همشي بالاثنين. لا وتاخدي واحد. يو بقى يا شيماء. لا معلش افتراض. طب هو احنا انا كده اعتبر عملت خلاص فيلم مع السقا؟ يعني افتراض. لو انا عملت خلاص مع السقا فيلم، اعمل مع كريم بقى. كريم؟ وكريم طير السقا. على الطريقة اللي بتقوليها دي يا شيخ. طيب لو كريم عبد العزيز واحمد حلمي نختار مين؟ ما هو برضو نفس الحاجة، أنا ما اشتغلتش مع كريم وما اشتغلتش مع أحمد. أمال أنت اشتغلتي مع مين؟ ما اشتغلتش مع حد، أنا اشتغلتش مع كريم. اعمل أنا لوحدي، اعمل أنا وتامر، عارفة ده اللي كنت قاعدة أعمله. طب قولي لنا بقى، يبقى لازم تختاري واحد منه. لا مفيش. واحد. لا خلاص هي قفلت على واحد والله. لا والله العظيم لسه فاضل كام صوره بس اخرين. اصل خلاص افتراض والله. طب اختار لك انا. اختار. اختار لك انا. انت دلوقتي لو اعتبرنا ان انت عملتي مع كريم جد واكشن وحاجات كده، ليه ما تعمليش مع حلمي كوميدي؟ تمام. والكوميدي بتاعته مختلفة. ماشي. وانتوا راكبين على بعض كده وتبقوا حلوين. اوكي. صح؟ ماشي. يبقى تحية كبيرة لحلمي. طيب نخش بقى في الملون بقى، ابو عينين خضرة بقى، وانتوا الاثنين بقى ايه كنت راستي مبهدلكم. ها ما بين احمد حلمي وعمرو يوسف تختاري مين؟ وانا ما اشتغلتش مع عمرو برضو. وعملنا الكوميدي مع حلمي خلاص. عملنا الكوميدي مع حلمي. ما خلينا ماشيين افتراضيا كده، انا ما عملتش ولا حاجه من اللي احنا بنتكلم عليهم لغايه دلوقتي. خلاص يبقى عملنا مع حلمي، نعمل مع اصل بصي هتخلوني ماشيها كده اعمل لك ايه؟ بس خلي بالك ده هتقعدي معاه العمر كله. هو ده اخر حاجه ولا ايه؟ لا لسه. طيب ماشي. حسيت ان انت ايه؟ خلاص. الاختيار قبل الاخير هقول لك عشان تبقي عارفه ان ده اللبسه الكبيره. اوكي. ماشي. ماشي يبقى اعمل مع عمرو. يبقى عمرو يوسف طير حلمي. ونيجي دلوقتي بقى لتضارب المزاز مع بعضهم. تختار يا عمرو يوسف ولا هاني سلامة؟ ده خلاص ده آخر واحد؟ لا لسه فاضل واحد بقى بعد دول خلاص. طيب احنا كده نعتبر اشتغلنا مع عمرو. نشتغل مع هاني. لا انت ده اللي هتكملي. انا اشتغلت مع هاني على فكرة. اشتغلتي مع هاني؟ صح، انت عملتوا مع بعض خيانة مشروع. يبقى نخلينا مع عمرو. ومكمل معانا عمرو يوسف. اخر اختيار اهو، عمرو يوسف ولا محمد رمضان؟ ده اخر اختيار. اخر اختيار محمد رمضان. قشطة عليك يا اسطوره. وثقه في الله نجاح ان شاء الله، تعملوا حاجه تكسر الدنيا وتبسطونا بيها. هنطلع فاصل ونرجع لكم، ولسه ان شاء الله مكمله معانا ومنورانا البرنسيسة مي عز الدين. مكملين مع البرنسيسة العسل مي عز الدين، وهنلعب معاها دلوقتي ابجد هوس. اتفضل. ودي لعبة بقى بصي خلاص، ولا افتراض ولا اي حاجة. تمام؟ ماشي. معني ما برتاح لكيش. لا اسمعي مني. ماشي. بس دي هتجيبك بقى ايه بصي. فضل. في الانبساط خالص. اوكي. عارفة الحروف الابجدية؟ الالف ب ت، هنعمل منهم قصة، يعني انا اقول لك كلمة بالالف فانت تردي عليا بكلمة بالب، جوه قصة، جملة يعني. ماشي؟ اوكي. فعايزة القصة تبقى ايه؟
معرفش يا شيماء، شوفي انت يعني مثلا نخليكي، بما ان انت بتقولي ان انت بتعرفي تظبطي شعر اصحابك، فنخليكي دكتوره عنايه بالشعر وانا جايه لك بسالك. تمام ماشي. يلا ابتدي انا بالالف. اوكي. الحين يا دكتوره شعري اتحرق. ردي بالبي. بايظ قوي. بايظ قوي يعني. تعبان خالص. تخيلي بيقع كده اهو في ايدي كده. ثانية واحدة واجي لك. جيتي في ايه ورحتي في ايه يا دكتورة؟ ده انا لسه داخلة لك، هتسيبيني وتمشي بقول لك شعري محروق. حرقة ازاي؟ خليت جوزي يكوهولي، قام اللي يتشك في قلبه حرقهولي. دولابك فيه صح؟ ايوه دولابك. دولابك فيه كريمات كفايه لشعرك وزيوت؟ زي ما تتخيلي تخيلي، مليا حاجات كتيره ولا فيش حاجه بتحوق. كملي. ما يتقالش عليه، ما انا هقول كلمه وبعدين عمال اقول يا رب ما تتقالش. خلاص هنعكس عشان انت خسرتي، بس كنت ممكن تقولي لي رش علي بايروسول. يا سلام. صح. بتبقى فين المصطلحات دي والواحد مزنوق. اتفضلي. طيب هنعكس بقى، انت تبتدي بالالف. تعالي مثلا نعمل ان احنا اتنين بيتخانقوا على مز واحد. ماشي ماشي، ابتدي انت بالالف. طب نقي فكره القصه. خلاص نقي انت. ان احنا اساسا ندور على حروف. طب نقي انت. لا خلاص، هم نقول كلام في المطلق يعني. حلوه القصه. طيب حلوه. طب نقول كلام في المطلق، اما نعرف نجيب الكلام اصلا نبقى نعمل عليك قصه. يلا ابتدي انت. ابتدي بالالف. امور قوي الواد. بقول لك ايه، انا بكرش عليه من سنه، تهوبي من ناحيته اكسر لك رجلك، سامعاني؟ طب اعمل ايه؟ تكرشي على مين يا بيت؟ سرعه البديهه بقى بتاعت الكوميديا اللي بتفرق معايا. تكرشي على تكرشي على مين يا بيت؟ ده انا اللي مختاراه وتبعي. سيبك سيبك، ده بيبص لي بقى له سنه. والله والله سيبك بقى، في بقى فجأة هي لدغه عادي. جاتك واكسه. هيكون عينه منك وعينه مش مني؟ اهو ده انت. بس حبيبتي ده بيحبني انا. خيبه سودا على دماغه لو بقول له تاخدني انا ولا شيماء وياخد شيماء. ايوه بقى، ده احنا